بس بقى الرد الـ او الاغرب بقى من آه. <applause> الاغرب من اللي انت بتقوله فكره دايما البعض يقول لك ايه يعني هو الاهلي خايف ولا ايه؟ لا هي القصه مش كده يعني الاهلي بطل افريقيا وبطل افريقيا ما اعتقدش ان ممكن يكون بيخاف لكن تتكلم كمان في رغة الارقام هو بطل افريقيا اخر نسختين وصاحب الرقم القياسي في حصد البطوله بتتكلم عشر مرات يعني معلش برضه فالقصه ملاش علاقه خالص بالخوف يعني النادي الاهلي هو مبادئ هو قيم هو بيحفظ حقه في الاول وفي الاخر محدش يقدر يجي يلومه حقه فلما اجي اطالب بحق ليش علاقه بالخوف هي ليه علاقه ان انا عايز حاجه زي ما بيتقال كده تميك سنس لكن طب. لما تيجي تحطني في فاصل يومين طب افرض انا اتاهلت طب وبعدين يعني ما انت انا عندي لعيبه كتير في الاهلي بتروح و... ودوليه فانت بتتكلم برده باي منطق يعني هيعملوا ايه اللعيبه الدوليه دي يعني انا مش يعني هيسافروا امتى ويلعبوا امتى ويستعدوا امتى يعني مش منطق يعني احنا بنتكلم ما فيش منطق في الموضوع فعلا وبعدين يعني استكمالا للكلام اللي نهواند بتقوله لحضراتكم يعني تقدر الاشاره يا حضرات ان النادي الاهلي كسب افريقيا من خارج الديار سنة 82 مثلا من كوماسيا كان على حساب كوتوكو لو تفتكروا في 2006 من رادس على حساب السفاقسي وفي 2012 من رادس برضو <applause> على حساب الترجي وغيرهم كتير جدا احنا لو قعدنا نتكلم عن ارقام النادي الاهلي خارج ملعبه يبقى يعني هناخد مش الحلقه هناخد اليوم كله ولكن تاني نرجع ونقول احنا بنتكلم على المبدا فقط لا غير